أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من يد القبر المتمم من كل سوء المأمول محمد سيد وحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رواية المهجر محمد بن عيسى إلى روح الفاق المقدم محمد بن علي بن علوي إلى روح الشيخ معاذ محمد الزبدي بن يطيب إلى روح أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى روح الشيخ سلمان المدني وخلفاء جد الشيخ وراء الشيخ عبد الوهاب الجيري كلامين إلى روح الشيخ مطمئن محزوز بن دعميران إلى روح الشيخ أحمد بن مولى روح الشيخ عباس وحسن إلى روح شيخنا محمد زين بن عبد الغني أنا وصوله وفرهم أجمع السادة الصوفيين أينما كانوا ثم فاتح الأرواح والدين ومشايخنا ومعلمنا أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بيسر رحمه وعلمهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سبيقة عدم الحساب. أن الله يقضي حاجاتنا ويشفي مرضانا على هذه النيات وعلى كل ما نوبي سلفنا الصالح وبسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا من جاء قصدي أغفاه ندعوك مضطرنا بالصفات بمظهر الأسماء بسر الذات بسر الطمس بالعماء بكنزك المخفي بالهباء بأول البارز للوجود بمن طوى في علم بمن طوى في العالم الإله من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى في علمك المصون وما هواه الكون بمكنون بالعرش في الفرش وبالأفلاك بالعالم الأسماء بالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله أمر الأنف في الحي والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث الله في ترجمة الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري في الإقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بشفيع وأحمد بن حنبل وملك في المبجل بشيخنا ذي السر والبرهان قل بالزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قل بالزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قل بالزمان العارف السمان وكل قلب من عيمك دان فقد توصل بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومقدف لأنهج المسالك هملي وأطبعي وكل طالب من المنى ويسر المطالب وأسفل السدر
على الجميع وعفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا وامينا ويسر القصد من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفه من دران الأكرار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي وسقيها سبيل خير داعي ومنك أكرم لعلم الأزل وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومن حب يحبه برزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر باطن وقم بكل علم ظاهر وباطن واخزن بقول كل من أذانا ومن بسوء قد وحمانا وكفك فظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حسد وشميت وعنيد معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واكبر بنار الغيظ والخسران كل عدو مضار وجان واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شميل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وابصني الى الممات من فتنة الزمان والافات واختم لنا يا ربي بالايمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا يسأل مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان ووالديه والأشياخ وكل من أبحده مواخي ومن له في سلكه قد امتضى بحق من في كلامه اللهم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صحب اللحي وكداعي فيا أيها الرجون منه شفاعة صلى عليه وسلم ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق
ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقى. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا إلى ما قال
عنه الله إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الخلق تعجز أن تقدر قدره وتقول قولا قد يفي بعلاه فالخلق قد يفي بعلاه فانظر إلى عظم الإله فانظر إلى عظم الإله فانظر إلى عظم الإله يقول أو لم بليغا طيبا معناه فانظر إلى عظم الإله فانظر إلى عظم الإله فانظر إلى عظم وقل به قولا بليغا طيبا معناه فالله كرمه وأعلى قدره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا عني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك سيادة سددا.
صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البريات بالندى أدى وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا نضدا يا ربي عثر بصلاة إدرها وأجمع للسلام ذاتك سردا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا صلى الله عليه فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا بالمولى المعظم أسعدا الله عليه وبوجه آدم لحى هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصناب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا الله عليه وحمى الإله من السفاح يصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وبعدا وكذا جميع وصولي مواهم دار النعيم كما رواه من ابتدا الله كهفا سيدا وبعبد مطالب النبو لقد دعي وهو ابن هاصم الجواد المقتدى عن ابن عبد منابه من ينتمي لقصين ابن كلابه مجل صدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن بهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعددا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تبردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفقار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزارهم عن ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبي له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخل من بعد خلف واعتدى وإليه قد كان المسفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد واهدا أكرم به نصبا من نظامه وأولى مفاخره الوجود تقلدا يا رب اعتر بالصلاة في دارها وأجمع عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عين الله العيد راسي زين الله
صفى كل النفوس وانجلت كل النفوس المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس سيل الله شمس أشرق ربيع القمر وانجلى الهم والقدر المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس سيل الله شمس الشموس سيل الحبيب الغوث الأكبر من نغره غير مطر المدد يا العيدروس شيل الله العيدروس شيل الله شمس الشموس وجهه من نور ياضي ودنا كل الأمان المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس سيل الله سيل الله خصه الله بفضله المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس سيل الله شمس الشموس سيل الله معين المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس سيل الله شمس الشموس سيل الله موي النفوس المدد يا العيدروس يا حبيب حسين الفخر الأمجاد نوره في الكون عمد المدد يا العيدروس سيل الله يا العيدروس
عليه وعلى آله وسلم عليك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم هذا. ولما أن أراد إلى هنا إظهاره سر المصون الأسعد يختصى من درضى أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شقت ثقالا ولا وهنا بها طول المدى وهو ذا وهو ذف الرحمن قد هتفت بها وبصائر الأقوال قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وهملت خير المرسلين الأمجد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنة فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها العترا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عما خصب في الورى من بعد جذب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوح وتباشرت بشرق والغرب الوحوش وفي الصفات طير المسرات غرودا صلى الله عليه. وويل شرق أصبحت أصنامها منقوسة وهوانها لن يجهدا فبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحة به لن تعهدا صلى الله عليه. وجميع أحبار روت أخباره وجها بها وجه الأزمان تورنا وتقول حان زهور بدر الصعد من أفق العلا لن نرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقم به ظهرت عجائب جمة عنها المدى طاق عندنا يا رب عقب صلاة الدنيا والذي ليس لنا فيك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من حمله لما مضى شهران قد وفى المنون وعبى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مجهدا أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا ساقما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل تسعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وترجت أرجاء هذا القول من نفحته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الصلاة مبددا ولأمه في طلق جاءت مريم وكذا كاسية التي منحت هدى وعطى وأتى من الفردوس حرومهما ليكون تأنسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأخرجت
شمس الهدى خير الأنام الأوحدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Allah.
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا، مبيض لون قد تشرب عمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى، سهلا لخدك الصلحية التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا، أقنى لعرنين أغر وواسعا فمه حوى دره حسنا أوحدا، وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا، وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنان محمر خد أوردا، وإذا مشى متكف أنف كأنما ينحط من صبب على مسترشدا، من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى، ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا، ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا، ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا، والثوب يرقى بل ويخسف نعله والعذر ويقبل والعذر يقبله ويصفه عن عدال لا يرضى ثم يغضب إن فشت حرمته إذ في عواقب الردى، وتهب كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى، ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا، كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا، يا رب عجر بصلاة درها هو وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعرف الحق الأهل الحق واصلك معهم، يعرف الحق السعادة منوطة كلها باكتفاهم بخيت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلى دائم ولا زام فيناهم، فانهم قام ما عاد في البرية كما هم لا ترافق وتصحاب في الخليج مولاك وفر
أكثر من هباتي عطاهم جدوى أنعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى صافي ما سعوا واشرب معكم ماهم ألا يهبك ربك مثل ما قادر حباهم حيث ما كان أحضر صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فن فيما سعوا خير الورى مقتداهم ودعاهم إلى ربي وشيات بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمال بجاهي كما حب المصطفى يا هناهم ربي بلغني أمالي بجاه كما هم والصلاة على خير سبحان من ذكره عز لذكره والجالس له الله الله سبحان
Oh,
حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا ربي يا عليم الحال يا ربي يا عليم الحال إليك الوجهة صلي وسلم على عدد قدرتك وإرادتك وعلمك الأولين والآخر الفكر والرحمة على أزواجي وسجود أصحاب على التابتين من الأولياء والله وشهداء وصحبه على الدين وإخوان المسلمين والحمد لله رب العالمين وإلا هنا قد تمام رمناه من نظم بمولده إنسى متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمقتدى ندعوك يا غوث العباد بجاه قم بالخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فالكل أضحى بالجميل مؤودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وقم بالجود منك مزودا وامنن بسرف النفس عن شهواتها وابق فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجد بلطف يا من بالمكارم أودا وبعلية الإيمان حل قلوبنا
ولا بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا غيزا مغيزا للبرية جيدا واحرس ما طه واجزل خيره واخزل لمن قد رمى سوءا أو ردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تحدا وانصر إلى سلطاننا بناية وانصر بالشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا قيما يقينا ما نحاذر غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونعوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العذاب الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة ورزق سرا عن سواك مجردا ولوالده اكبر كذا ذرية وامنعهم سترا الجميل مؤبدا وسيوخه وأحبة ولقارئ ولسمع يسقي إليه ممجدا ولمجر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حبت سبا فمالت الغصن الرتيب الأملدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. Yeah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah li ridai Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dari ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dari ruhi Sayyidina Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah لمشايخنا ولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كل السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استخذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحبه الجباء البررة الكرام. وبعد هذا فالغرض في هذا الكتاب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها نذكرها محذوفة أسانيد ليسهل حفظها عن القارئ، وهي من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب. وسميته بكتاب جلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار ابتغاء لمرضاة الله تعالى ومحبة في رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. والله المسؤول أن يجعلنا لسنته من التابعين ولذاته الكاملة من المحبين، فإنه على ذلك قدير. لا إله غيره ولا خير إلا خيره، وهو نعم الولاء ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك لبيك أسماء سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مئتان وواحد، وهي هذه: اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عاشر صلى الله عليه وسلم. سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. سيدنا طه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم. سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم. سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم. سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم. سيدنا مقتفي صلى الله عليه وسلم. سيدنا مقفي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول المناعم صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم. سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم. سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم. سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. سيدنا خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم. سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم. سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم. سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم. سيدنا نبي رحمة صلى الله عليه وسلم. سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم. سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشير
sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna mustafa sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna mujtaba sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna muttaqan sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna ummiyyun sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna mukhtarun sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna ajirun sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna jabbarun sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna Abu Tahir sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna Abu Tayyib sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna Abu Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam مشفع صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم سيدنا مصلح صلى الله عليه وسلم سيدنا مهيمن صلى الله عليه وسلم سيدنا شارك صلى الله عليه وسلم مصدق صلى الله عليه وسلم سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا قائد الغر المحجرين صلى الله عليه وسلم سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم سيدنا بر صلى الله عليه وسلم سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم سيدنا وجيه صلى الله عليه وسلم سيدنا نصيح صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم سيدنا متوكل صلى الله عليه وسلم سيدنا كفيل صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيم سنة صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم سيدنا روح الحق صلى الله عليه روح القدس صلى الله عليه وسلم سيدنا كافي صلى الله عليه وسلم سيدنا مكتفي صلى الله عليه وسلم سيدنا بالغ صلى الله عليه وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم سيدنا شافي صلى الله عليه وسلم سيدنا واصل صلى الله عليه وسلم سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم سيدنا سابق صلى الله عليه وسلم سيدنا
سائق صلى الله عليه وسلم سيدنا هادي صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا عزيز صلى الله عليه وسلم سيدنا فاضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم سيدنا فابع صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الجنة صلى الله علم الإيمان صلى الله عليه وسلم سيدنا علم اليقين صلى الله عليه وسلم سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيل العثرات صلى الله عليه وسلم سيدنا صفوح النسلات صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالعز صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالمجد صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الرداء صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الخطيب صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المراق صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وسلم سيدنا فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا أذن خير صلى الله عليه وسلم سيدنا صحيح اللسان صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم سيدنا عين الغر صلى الله عليه وسلم سيدنا كان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سيدنا خطيب الأمام صلى الله عليه وسلم سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وسلم سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم رافع الرتب صلى الله عليه وسلم سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسوء يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجامعة على شوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم وصل وهدي وبلغ وتقبل صواب جميع ما قرانا وما فعلنا من انواع الخيرات في هذا المجلس المبارك في هذه الليله في هذه الساعه. اللهم اجعل هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبلا نقدم ذلك نور الى حضره سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ازيد بالشرف وكبره ابائي واخواننا الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جمهور آل كل منهم وصغر وتابعين تابعين الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين من أخص الإرهاب الإمام حسن البصري والشيخ جنيد البغدادي قطب الأقطاب المقام سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسن أسمن المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد البندري قلم بين وصولهم وفراعهم جميع ذريتهم
وإلى روح صاحب هذه الدلائل خير الأشياء الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي ووصوله وفرعه وأهل سلسلتنا إلى الشيخ محمد عزت الدمياتي وإلى روحي جميع أولى في هذه البلدة مشيخنا مشيخ مشيخنا وخصوصا شيخنا الشيخ مزين عبد الغني لمشيخنا جميع المسلمين والمسلمات ونخص لروحي حجي درهم هداية بن هاي ترسي وإلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا قربنا المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم تقبل الله منكم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد. أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة أنا مشغول بليلى عن جميع فإذا ما
أخذتهم الروح حتى لم تبقي فيه فضلا أخذته الروح حتى لم تبقي فيه فضلا روح أنس ليست الراح المضلة راح أنس راح قدس ليست الراح المضلة نسمات القرب هبت من ربوع العامرية نسمات القرب هبت من ربوع أضربت روحي وسيري حين أهدت لي التحيات أضربت روحي وسيري حين أهدت لي وسرت في الكون منها نفحات عنبرية وروي عني من حديث إن تكون سعد أهلا إنه سر شريف ليس للأغير يذكر إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة أنا مشغول بليلى اللهم صل وسلم وبارك عليه.